السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في تاني حلقة من ما وراء الكواليس. في البداية أنا حابب أشكركم جدا جدا على كل كلمة حلوة، كل تعليق جميل، كل حد حاسس بالمجهود اللي بيتعمل وبيدينا طاقة إيجابية إن احنا نكمل. وده يمكن بيدفعني إن أنا أقول لكم إن بكرة إن شاء الله في الحلقة الثالثة في شوية كده مفاجآت هتعجبكم إن شاء الله، أرجو إنها تكون على حسن ظنكم. وعلى وعد زي ما اتفقنا ان احنا بنطور وبناخد التعليقات او النقد البناء نحاول نطبقه بقدر الامكان. زي ما كنا اتفقنا ان الحلقات دي فيها نوعا ما صراحة ان احنا بقى بنتكلم مع بعض شوية، او ببقى عايز اقول حاجة مش قادر اوصلها لكل الناس، فبعتبر ان ده المكان المناسب. بعض الاصدقاء والاحباب بلغوني ان في ناس بتشكك في مصداقية الحلقات. في ناس بيقولوا انها ممولة، في ناس بيقولوا انها موجهة. انا كمحمد لا يعنيني ذلك في شيء، لان انا واثق تماما في اللي انا بعمله. وانا وضحت قبل كده ان الحلقات دي كلها البن انا اللي شاريه على حسابي، المعدات اللي بنصور بيها بتاعتي، مفيش حد بيجبرني ان انا اعمل حاجه مش عايزها. الهدف الاساسي ان انا استفيد وافيد حضرتك، ويمكن كل اللي تعامل معايا في اي حلقه صورتها يعرف الموضوع ده. انا برفض تماما اخد هديه، ما بعملش ريفيو على حاجه الا وانا شاريها بفلوسي، مش لشيء الا اني عشان اقول اللي انا عايز اقوله من غير ما حد يجبرني على حاجه. فيعني عشان اقفل الباب ده، انا بدعو اي حد حابب يجي يحضر التصوير يتواصل معايا على الخاص ويأنس وينور. على فكرة انا عملت كونتاكت او تواصلت مع 90% من ادمنز الجروبات الكبيرة اللي في المختصة بموضوع القهوة. في منهم ناس رحبت وهتحضر، وفي منهم ناس اعتذروا لاسباب خاصة بيهم، وده على عيني وراسي اصدقائي وما اقدرش ازعل منهم. لكن انا بقول لكم يا جماعه، انا كتاب مفتوح. اللي عايز يجي يتفرج يجي يتفرج، واللي هيجي ده هو اللي هيختار النوع اللي هنشتغل عليه، وهو اللي هيختار الترقيم، وهو اللي هيختار الانواع، وهيعمل كل حاجه. انا بالنسبه لي الهدف الاساسي ان السلسله تطلع فيها مصداقيه عاليه جدا، ده اللي يهمني مش اكتر. في نفس الوقت انا برضو المجال مفتوح لاي حد صاحب براند او صاحب محمص حابب يجي يحضر، سواء محكم او سواء يجي من ورا الكواليس يتفرج على الدنيا ماشيه ازاي. اهلا وسهلا بيه، يتواصل معايا وانا تحت امره. الهدف زي ما قلنا حضرتك، مش اي حد تاني. فاي حاجه هتوصلني ان انا اوصل بمعلومه كويسه ليك هعملها. فدي كده النقطه. ايه يعني، خلينا بقى ايه، مش هتكلم فيها تاني خلاص. اللي مش مصدق هو حر. انا كده بقول له تعالى اتفرج، انا مش هعمل اكتر من كده. الحاجه الثانيه وكلمنا فيها المره اللي فاتت برضو، ليه اسبريسو؟ هنقول يا جماعة الاسبريسو ليه اسبريسو، لان دي اكتر طريقة منتشرة احنا بنستخدمها في شرب القهوة. وما تفتكروش ان الموضوع سهل، هو الموضوع مش شوية بن بنطحنه ونحطه في الماشين وننزل الاسبريسو، لا طبعا. الانواع مختلفة. كل الشكر الاستاذ احمد السيد صاحب ارابوستا، فعلا بيتعب معايا جدا عشان يظبط طحنة كل نوع بحيث يطلع افضل استخلاص. الموضوع يا جماعة لو كان مش فارق معانا كناش اي طحنة وحط الشط وطلعه، والحكام هيقولوا عليه وحش وهو ممكن يكون حلو. لكن احنا في كمية بن كبيرة جدا بتتهدر علشان نطلع بافضل طحنة ونطلع بافضل شط كريشيو وكوزن وكوقت. فيعني ربنا يجازيه خير، هو بيتعب معايا جدا. ولكن كل ده ليه؟ عشان نطلع بحاجة قيمة، لما حد يجرب اللي احنا بنعمله ما يجيش يقول الناس دي بتعك. فيعني التعب اللي احنا بنعمله ده يا جماعه والله مش لحاجه غير عشانكم. فنقفل برضو الحته دي لاسبريسو، عشان احنا بنستخدم كلنا ماشينز الاسبريسو. الادوات التانية ان شاء الله ممكن نفكر نعملها سلاسل تانية، يعني ممكن في الخطه بحيث برضو نوصل لافضل شيء. واخيرا وليس اخيرا، ودي برضو نقطه اتكلمنا فيها وهنعيدها، احنا لما بنيجي نقول رتبوا لي الانواع اللي انت شربتها من الافضل للاقل في التفضيل بالنسبه لك، فانا بعمل ده عشان حاجتين. اول حاجه عشان بصراحه سسبنس الحلقه. في ناس بتفضل قاعده مستنيه طول الحلقه عايزه تشوف الحته دي بس. والحاجه الثانيه عشان انا عايز اشوف هو ذوقه عامل ازاي. مش معنى كده ان اللي هو بيقوله ده صح، يعني اوعى اوعى تاخد الكلمه دي وتقول ده فلان وفلان وفلان قالوا ان ده احسن واحد فانا اروح اشتريه. لا، الحته دي تتبع الذوق الشخصي. يمكن ظهرت في الحلقه الثانيه لما حصل اختلاف بين الحكام وكل واحد فيهم اختار نوع غير التاني. بس هي الفكره بتبقى ايه، حلوه كده في الحلقه وبنختم بيها الحلقه. فلو هتزعل حد مننا يتواصل معايا على الخاص، وهنمشي برضو في حته ان احنا نحسن منها او ان احنا نلغيها خالص لو هتزعل حد. فكده انا خلصت اللي عندي. اشوفكم ان شاء الله بكره في الحلقه بتاعه مقارنات وتقييمات.
واتمنى ان الكلمتين اللي قلتهم يكونوا وصلوا. واسيبكم مع ما وراء الكواليس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلد مش حباية. نحاول. المشكلة ان المكان اللي بتعدي منه البن على لسانك بيغير طعم البن. يعني انت حاول تعمل فاهم قوي كده وتدخل البن في اخر لسانك تقول زي مرة على حسب مراكز التذوق. مش عايزين غش لو سمحتوا. لا مفيش غش ولا حاجة. ايوه ايوه في استغراب. انا شايف حد هنا مركز ما شاء الله عمال يحل. ايوه 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 عادش غش. طب معلش انا عايز اقول حاجه. هو في حاجه غريبه. هو ده زي هو ده مش ملوش علاقه بالاثنين اللي فاتوا اصلا مبدئيا. وده كده حاجه مختلفه. انت حاسس ان انا بقوله ولا هو مش طعمه اوحش ولا احلى؟ هو ملوش علاقه بالاثنين اللي فاتوا. اه سكه ثانيه. ده حاجه ثانيه. انت بتضحك عليه؟ لا والله. لا انت بتضحك عليه. ممكن اطلب حاجه؟ اتفضل. ممكن اعمله تاني؟ ماشي اتفضل. هتجيب لي حبه ورق؟ هجيبهم لك تاني. عايز اضيق شويه. ماشي صح. عشان في حمضيه عاليه. طيب الحمضيه عاليه دي نوقف يا جماعه ونرجع تاني بعد ما نعدل الشط. اهلا اهلا استاذ محمد معانا. لا لا حلو حلو استاذ بنس. عرفنا بنفسك سريعا بقى. محمد السيفي. علي الصوت شويه. محمد السيفي. ايوه ماشي. مين بقى؟ انا مدير مسلسلات زي كافيه. اهلا وسهلا بحضرتك. زي كافيه يا جماعه هو السبونسر بتاع الحلقات دي. هو اللي مستضيفنا عنده ربنا يجازيهم خير وكرمهم. شربونا قهوه ببلاش والمكان ببلاش وديلا جميل. ده في بلاي ستيشن. وفي بلاي ستيشن كمان. تصوير؟ اه بعد التصوير. احنا اتفقنا بس على المكان بس والقهوه. لا لا ربنا يكرمكم يا رب. مهندس اشرف بيعمل في صمت؟ اه شغال. اه ده لا ما خدناش بالنا ده لقيت. طب في شوط تاني اهو سريعا. ضريبة النجاح يا جماعة القهوة اتدلقت بس احنا كنا جاهزين بشوط تاني عشان ما يهربش وهي دي الاحترافية. ايوه.